هنعمل مع بعض طاجن فريك. المقادير بتاع الطاجن الفريك هتكون 500 جرام من الفريك المسلوق، ربع لتر من مرقه الفراخ، بصله كبيره مفرومه، فص ثوم مهروس، 2 فلفل الوان قطع صغيره، معلقه صلصه بيوريه، معلقه فلفل اسود كبيره، 2 معلقه سمن كبيره، 2 معلقه زيت نباتي، معلقه جوزه الطيب صغيره، ومرقه دجاج اختياري، معلقه قرفه صغيره، معلقه كاري صغيره، ومعلقه بابريكا كبيره، معلقه ملح كبير. يلا بينا نبتدي وصفتنا مع بعض. هنجيب معلقه كده، دي الزبده على الزيت مع بعض. الفريك من الحاجات اللي بتحب السمنه. ننزل بالبصل وهننزل بالثوم. شوحهم كويس. ممكن بقى الخلطة اللي هنعملها دي ممكن تستخدميها مثلا انك تحشي بيها حمام، بس طبعا هنستغنى تماما عن الفلفل الالوان. ممكن تستخدميها انك تحشي بيها فراخ، ممكن تعملي قطع لحم وتحطيها مع البصل وتشوحيها ويبقى طاجن فريك باللحمة. بس طبعا بما ان الفريك عندي مسلوق فلازم تكون اللحمة متشوحة ومستوية او مسلوقة. ممكن تستخدمي قطع فراخ او تجيبي فرخة وتسلقيها وتشوحيها وتحطيها وبعدين ترصي الفريك فوقيها في الطاجن. كده البصل عندي اتشوحت، هضيف عليهم فلفل الالوان. وده اختياري. ممكن كمان الناس اللي بتحب طاجن الفريك حامي ممكن تضيف فلفل اخضر حامي، قرن فلفل اخضر حامي. نعلي النار بتاعتنا كده. هنضيف الفريك هنقلبه تقريبا كويسة كده. هنحط الصلصة، معلقة الصلصة. البهارات بتاعتنا، معلقة الملح. اللي بالنا من الملح عشان احنا حاطين مكعب مرق، لو مش حاطين هنزود الملح. الفلفل الاسود، القرفة معلقة صغيرة، جوزة الطيب المعلقة الصغيرة، والبابريكا. كده ضفنا كل التوابل بتاعتنا، هنقلبهم مع بعض كلهم. هنلاقي ان الفلفل الاسود مع جوزة الطيب مع القرفة مع البابريكا كلهم هيدوا لون حلو قوي لطاجن الفريك. انتوا واخدين بالكم بس لون الفريك بقى عامل ازاي، هيدوا لون وطعم حلو جدا جدا. قلبنا التوابل كويس مع الفريك، هننزل بالشوربة. نقلبهم كويس، نسيبهم على النار كده دقيقة عشان احنا هنكمل سواه في الفرن. هناخد الطاجن بتاعنا، نسيت ده انا هحط منه شوية على الوش. كده جاهز ان انا انزله في الطاجن. هادو كده في الطاجن. الفلفل الالوان مديله لون حلو قوي كده.
بعدين هنجيب طماطمايه، هنقطع طماطمايه كده ترانشات على الوش، النار بتاعتنا سكينه طماطمايه ده، ونرص النقطة بتاعتنا بالشكل ده عشان تدي شكل حلو للطاجن كده. نجيب اي حاجة خضرة عندنا، ممكن بقدونس، هنرشه على الوش عشان الوش معاه يبقى بيلمع، والطماطم اللي انا حطها هحط شوية من الزيت على وش الطاجن بالشكل ده. ممكن كمان نرش رشة من الفلفل الاسود